البليلي يوسف البليلي كان عاد على مستوى عكس الهجمات، كرة طويلة في وسط الميدان توصل زيد بريمة، بريمة ممتازة تمهيد، ممتازة تمهيد، ولكن قبل هذا شارة التسلل موجودة من الحكم محمد مزيد. حقيقة التسللات بالجملة استقبل جيبز زيد حاضر، وهذه كرة المسكيني يدخل ال 18 المسكيني، الحكم مش يقول الحكم مرة أخرى، التمويه موجود تقريبا على نفس الشكل هجوميا المستقبل جيبس، هذه المرة انذار ربما لهذه الإعادة أو الإعادة نأكدوا منها الحقيقة، ولو أنه ما نحبوش نحكموا على هذه الكرات الصعبة، ما نحبوش نحكموا على هذه الكرات الصعبة ديما، ما نحبوش نحكموا على هذه الكرات الصعبة ديما، نخلوها أكيد الأخصائيين ضربات الجزاء خاصة، ولو أنه شوف الكرة محمود يطول بعيدة مباشرة في دين الحارس صدق الدبشي، ويلقى صعوبة معاه البدري، معاه البدري في مرة أولى وثانية، ثم ريس البدري والهدف، الهدف كان أبيض الحقيقة، الهدف كان أبيض في الحقيقة. شوفوا يمكن شوف كيفاش يمكن أو الإعادة، شوفوا كيفاش صدق الدبشي ما تحكمش في كورته، فك الكرة نيس البدري ثم سدد وزوب، وهدف كان الحقيقه